قناة الريان الفضائية تعلن عن تغيير تردداتها بتقنية الاسدي والاتشدي على الترددات التالية: قمر سهيلسات 1 اسدي مدار العرب سات، قمر سهيلسات 1 اتشدي مدار العرب سات. قمر اليوتلسات اس دي مدار النايل سات، قمر يوتلسات اتش دي مدار النايل سات. كما يمكنكم متابعة قناة الريان القديم بتقنية الاتش دي على الترددات التالية: قمر سهيلسات 1 اتش دي مدار العرب سات، قمر نايل سات 201 اتش دي، قمر هوت بيرد 13 بي اتش دي، لمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alrayan.tv وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الريان تي في.